الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا واقامه يوم القيامه للمذنبين المتلبدين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاه تبقى وتدوم بدمام الملك الحي القيوم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والصلاه صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبارك وسلم اما بعد فيا ايها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى ومسلم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والاعلان فان التقوى سلام ذر الايمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا ان الله بما تعملون بصير وان الله ليس بغافل عما تعملون واتقوا هذا حسن سيد المسلمين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم اجمعين فان السنن هي الانوار وزينوا قلوبكم بحب عهد النبي الكريم عليه وعلى اله افضل الصلاه والتسليم فان الحب هو الايمان كله الا لا ايمان لمن لا محبه له الا لا ايمان لمن لا محبه له الا لا ايمان لمن لا محبه له رزقنا الله تعالى واياكم حب حبيبي هذا النبي الكريم عليه وعلى اله اكرم الصلاه والتسليم كما يحب ربنا ويرضى واستحملنا واياكم بسنته وحيانا واياكم على محبته وتوفانا واياكم على ملته وحشرنا واياكم في زمرته وسقانا واياكم من شربته شرابا هنيا مريا صائغ الله لنا وبعده ابدا وادخلنا واياكم في جنته بمنه ورحمته وكرمه ورافته انه هو الرؤوف الرحيم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذم لا ينسى والديان لا يموت يعمل ما شئت كما تدين تدان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى ملك كريم جواد البر رؤوف رحيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم سيدنا مولانا الامام امير المؤمنين وغير المنافقين امام المجاهدين في رب العالمين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القران كامل الحياه والايمان مجاهد جيش الاسره فرد الرحمن سيدنا مولانا الامام امير المؤمنين وامام المتفقين رب العالمين ابي عمر بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى اسد الله الغالب امام المشارق والمغارب حل على المشكلات والنوائب رفع المغالاه والمصائب اخي رسول الله والدول سيدنا مولانا الامام امير المؤمنين وامام الواصلين الى رب العالمين ابي الحسن علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين سعيدين شهيدين الفريق القمرين منيرين نيرين الظاهرين باهرين الطيبين الطاهرين سيدنا ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى امهما سيده النساء الوتول الزهراء فضلت حميد خير الانبياء صلوات الله تعالى وسلامه على ابيها الكريم وعليها وعلى بعلها وابنيها وعلى عمه الشريفين المطهرين من الاضراس سيدنا ابي عمر وحمزه وابي الفضل عباس وعلى سائر فرق الانصار والمهاجره وعلينا معهم يا اهل التقوى واهل المغفره اللهم انصر من نصر دين سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم ربنا يا مولانا واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى اعلى وهلى وجل وعز وتقوى واعلموا واعلموا واكبر